افتتح وزير الأوقاف محمد مختار جمعة اليوم مسجد الإمام الشافعي بعد الانتهاء من أعمال ترميمه وصيانته، تكلفة تقدر بنحو 13 مليون جنيه بتمويل من وزارة الأوقاف، وذلك بحضور وزير السياحة والآثار خالد العناني ومحافظ القاهرة خالد عبد العال. وقد ألقى وزير الأوقاف خطبة الجمعة عن مسار تجديد الخطاب الديني وكيف كان الإمام الشافعي رحمة الله عليه مجددا في عصره، وقد أكد مدى حاجتنا الماسة التجديد والاجتهاد. كما تفقد الوزيران ومحافظ القاهرة أعمال الترميم ورفع كفاءة القبة مسجد الإمام الشافعي والتي تتم تحت إشراف وزارة السياحة والآثار. أنا شخصيا سعيد سعادة بالغة اليوم بافتتاح هذا المسجد لأسباب عديدة. أولا لقيمة المسجد الدينية والتاريخية والأثرية، ومكانة هذا المسجد ليس في نفوس المصريين فقط، وإنما في نفوس العالم العربي والعالم الإسلامي وكل تلاميذ ومحبي الإمام الشافعي. إضافة إلى أن المسجد لأهالي منطقة الإمام الشافعي يشكل يعني شيئا في غاية الأهمية. تم الحمد لله الانتهاء من المرحلة الأولى اللي هو النهاردة بنفتتحها، وهو إقامة الشعائر داخل المسجد العريق والأثري والقيمة الكبيرة اللي موجودة عند مصر. وإحنا إن شاء الله خلال 6 أشهر بإذن الله هننتهي برضو من الضريح والقبة، ويتمويلهم هيتكلف حوالي 20 مليون جنيه تقريبا. مصر تضم يعني قيمة كبيرة جدا وكنوز كبيرة جدا من الآثار الإسلامية والتاريخ. مصر تنطلق نحو مصر الحديثة في العديد من الكثير من المشروعات القومية، ومنها إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة. إلا أن من ليس له تاريخ ليس له حاضر، ومن هنا كان لابد أن تتجه الدولة لتطوير في التاريخ خاصة في المساجد الأثرية.